رح تنضم إلينا في الاستوديو الطفلة جنى أبو وردة اللي قررت طبعا أنه تتبرع بشعرها على الهواء مباشرة. ستشاركنا هذه التجربة. صباح الخير يا جنى. طبعا جنى كم عمرك؟ 10. 10 ما شاء الله. طبعا أنتم ما تتخيلوا كم الناس الموجودين في الاستوديو اللي بيتابعوا هاي اللحظة. نورنا. نومي شو عم تبكي؟ أنا مش قادرة أتخيل إنه 17 سنة يعني في هاي اللحظات شملناهم بهذا الفيديو. جنى هلا فوتبولر بتلعب كرة قدم مع فولم ببريطانيا ومع المنتخب الإماراتي بتتدرب هون بالإمارات. منظر مؤثر كثير. أول شيء كل عام وأنتم بخير. سعيدة بتواجدي معكم. كل عام والعربية والمتابعين بألف خير. سعيدة أن أكون جزء من هذا الصرح. يعني أنا لما نحكي عن يوميات ميسون أنا بقدر أقول إنه هي استكمال وليست بداية. هي استكمال لخطة كانت قبل إن كان بالأم بي سي اللي كانت أول محطة فضائية وهزت إذا فينا نقول قطاع الإعلام. أيضا تطرقت إلى مواضيع جدا كنا نعتبرها تابوهات ولكن هذا بهدف التأثير. ويوميات ميسون امتداد.